أنا عندي أخوي شهيد استشهد أثناء الواجب بأبو غريب بالطائفية، جابوه شهيد وعلى حسب الأصول ليش بشهادة الوفاة متوفي. رحنا راجعنا مجلس تحقيق ترجع متوفي مو شهيد. زين هو أخوي اللي يروح للجنابيز ويروح للمصدر هذا يحسبوه شهيد، ليش اللي أثناء الواجب مو شهيد؟ هو شنو يعني عسكري؟ عسكري وين على الدفاع؟ فرقة استطلاع بالدفاع وزارة الدفاع. أي السادسة فرقة السادسة. فرقة السادسة. أي راجعنا من يم القانونية ترجع. أي ما يستقبلونها. وهاي من 2009 راجع. رحت المكتب ست عالية. سويت تظلم. العميد أبو أحمد كان يقول لي شلون مسوي مو شهيد إذا أثناء الواجب وبالفرقة شلون مو شهيد؟ قلت له والله هاي وهاي السالفة. وهاي صار سنة إحنا الأوراق يم ست عالية. كل شيء معكم. شو وقت استشهد الله يرحمه؟ 2009. 2009. أي. ومن 2009 وهسه إحنا 2023. راجعنا ما. حجي راجع استشهد أخوي الثاني وهم راجع قال لهم أنا هسه اثنين شهداء. ليه ذاك ما حسبته؟ هسه حاسبي له بس تقاعد. لا إله حقوق شهيد، لا راتب شهيد، لا قطعة أرض، كل شيء ما إله. زين أكو إثباتات إنه هو. حتى مجلس تحقيقي. لا عفوا أختي العزيزة. أكو إثباتات إنه هو مستشهد أثناء تأدية الواجب؟ تأدية الواجب والضباط جابوا تشييع حسب الأصول بأثناء الواجب انقلبت بيه الهامر بالقرية الزيدان بابو غريب. بس إحنا عندنا قاربنا عميد يقول هذا إلا طالع بدون برقية وسواها الآمر من يم الوحدة مالته بدون برقية مطلعهم هو على الاستطلاع. فإذن هذا ما يتحمله هو الذنب، يتحمل الآمر يعني هو اللي مطلعهم له هو نفسه هو ماخذ الهامر. رحم الله والديك. بس المفروض خوي غير يسوي شهيد. زين احنا هسه نروح الراجع للقانونيه ما يستقبلوها ترجع ترفض. بيش حال احنا شلون وين نروح؟